أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم والبداية من العناوين. قائد قوات قسد يكشف للحدث، الجيش السوري خطط للسيطرة على مناطق الإدارة الذاتية، والمقداد يقر بدعم دمشق للعشائر. وكالة الطاقة الذرية محبطة من إيران، اتهامات بالتقاعس عن كشف أسرار مواقعها النووية، ورؤية كاميرات المراقبة محجوبة. البرهان يشكو قوات الحركة الشعبية الشمال لجنوب السودان، والخارجية تعتبر جوبا الوسيط الأنسب لوقف الحرب. أربيل تتهم حكومة السودان بنقض تعهداتها وتجويع كردستان، وحكومة الإقليم تؤكد أنها لن تخضع للضغوط والتهديدات. والبرلمان الليبي يعقد جلسة طارئة لبحث تشكيل حكومة موحدة، أباطيلي يطالب بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. السلام عليكم. مواجهة عسكرية تحت مسميات مختلفة تجري في دير الزور شمال سوريا، أطرافها تعددت كما المصالح السياسية والعسكرية التي تتنافس عليها 5 دول وتحاول تعزيز نفوذها العسكري. المعارك بدأت بين سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا عندما عزلت عن القيادة قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد خبيل المعروف بأبو خولة بعد اتهامه بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية، لتبدأ بعدها مجموعات مسلحة من العشائر العربية الموالية له بالتحرك عسكريا. وبعد أسبوع من الاشتباكات دعت قوات سوريا الديمقراطية المدنيين إلى مغادرة بلدة ذبان التي يتمركز فيها مقاتلون من العشائر في دير الزور، مؤكدة أنها تسعى إلى حسم الوضع في آخر بلدة يتمركز فيها المقاتلون. هذا ودعما للمقاتلين العرب، شن مقاتلون موالون لأنقرة في شمال البلاد هجمات ضد مناطق سيطرة قسد التي تعتبرها أنقرة العدو الأول في سوريا. ومن جهتها شددت قوات سوريا الديمقراطية على أنه لا خلاف مع العشائر العربية، كما دعت سكان دير الزور إلى عدم الانجرار وراء ما سمته بالفتنة. وفي أول إشارة من دمشق لدعمها لبعض العشائر العربية في دير الزور عسكريا، قال وزير الخارجية فيصل المقداد إن الاحتلال الأمريكي للشمال الشرقي من سوريا ونهبه لثرواتها ودعمه للمجموعات الإرهابية الانفصالية سينتهي بفضل نضال سكان دير الزور والحسكة جنبا إلى جنب مع الجيش السوري وفق تعبيره. كما أضاف أن اعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها بأنهم قادرون على فصل شمال سوريا هو اعتقاد خاطئ وفق قوله. كما وجه رسائل مباشرة إلى تركيا شدد فيها على أن ما وصفه بالاحتلال التركي في شمال سوريا سينتهي، مشيرا إلى أن أنقرة تعلم أن انسحابها هو السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليها.
وفي مقابلة خاصة مع الحدث ستبث في وقت لاحق. كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن مخطط يدعمه الجيش السوري للسيطرة على مناطق سيطرة قسد في الشمال، كما أكد أن الأعمال العسكرية مستمرة لحين السيطرة على جميع المناطق. وكشف أيضا أن التحالف الدولي قدم دعما جويا لقسد بهدف مواجهة المجموعات المسلحة في دير الزورة. هناك معلومات استخباراتية بأن في دير الزور هناك مجموعات مسلحة ستدخل إلى مناطقنا وأنهم سيقومون بتخريب المنطقة وأن هناك من سيقوم بتقديم مساعدهم، ولذلك نحن قمنا بحملة استباقية وأرسلنا قواتنا إلى المنطقة وتوقعاتنا كانت صحيحة ووجدنا أن هناك استعدادات وأنهم لمجموعات سيقومون بتحركات مسلحة ضدنا، ونحن أيضا أرسلنا قواتنا وكنا على أعبة الاستعداد، وكانت هذه مؤامرة كما توقعنا، هي مؤامرة ضدنا وأيضا قمنا بهزيمتها وإفشالها. الحرب الحقيقية التي حصلت، نعم كان هناك مع مجموعات مسلحة وجميع القرى تحت سيطرتنا، هنا تبقى فقط قرية واحدة والقرى الباقية نحن الآن الأعمال العسكرية مستمرة وسنبسط سيطرتنا عليها قريبا. دي حقيقة بأن التحالف الدولي استوعبوا على يقين بأن هذه داخلية ولا علاقة فيما يتم التحريض له، بأن هناك هي مشكلة بيننا وبين العشائر وإنما هي أيادي خارجية دخلوا وكانوا مسلحين دخلوا إلى مناطقنا وكانوا بأنهم يتلقون دعما خارجيا، ولكن قواتنا عندما حاولت السيطرة على هذه المناطق التي خرجت عن السيطرة كان هناك بمساعدة جوية من التحالف. قالوا صراحة بأننا سندخل إلى مناطق شمال شرق الفرات وأننا سنحارب قسد، وهذه المجموعات كانوا على علاقة مع النظام السوري، هذه المجموعات المسلحة جاءت من غرب الفرات وهذه مناطق غرب الفرات هي تحت سيطرة النظام السوري، قاموا بالنظام السوري تواصل مع هذه المجموعات وأدخلهم إلى هنا، ونحن لدينا معلومات استخباراتية وأيضا النظام قالها علانية فيما يخص ذلك، وهم دخلوا إلى مناطقنا وهم لا يخفون ذلك، يقولونها علانية. هذه المجموعات المسلحة جاءوا من مناطق سيطرة النظام السوري وجاءوا مسلحين أيضا، هؤلاء نحن كان لدينا تلقينا معلومات استخباراتية بأن هؤلاء المجموعات المسلحة على علاقة مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري وهم في تنسيق دائم مع هذه الأفرع الأمنية، وقمنا بالتواصل مع الشيوخ العشائر في دير الزور والذين انفردوا عن طريق الخطأ في هذه الأعمال القتالية، تواصلنا معهم ونعتبرهم مسؤولين أيضا عن هذه الأعمال القتالية. على ضفتي نهر الفرات في سوريا يتجدد التوتر مرة أخرى ولا تتوقف الاشتباكات تحديدا على الضفة الشرقية لهذا النهر. لنفهم ما يجري من أحداث هناك، دعونا نفهم خريطة السيطرة والصراع على ضفتي النهر. فعلى الضفة الشرقية للنهر مثلث يصل جزءا كبيرا من الحدود الشرقية مع العراق بمناطق شاسعة من الحدود الشمالية لتركيا. تبسط قوات سوريا الديمقراطية نفوذها منذ دحرت تنظيم داعش قبل أعوام. هذه القوات مؤلفة من تحالف فصائل كردية وعربية تقودها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، ويقف وراءها بالتأكيد التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يتمركز في المنطقة خصوصا في مواقع استراتيجية، منها قاعدة حقل العمر النفطي و حقل كونيكو للغاز. تحظى المناطق التي تسيطر عليها
قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات بأهمية استراتيجية بالغة، تشرف على طرق إمداد الميليشيات الموالية لإيران الرابطة بين سوريا والعراق وطرق التهريب الممتدة بين البوكمال ودير الزور في سوريا. إذا ما انتقلنا إلى الضفة الغربية هذه المرة لنهر الفرات، فالواقع هنا مختلف. تخضع المنطقة لسيطرة قوات الجيش السوري الذي تتحالف معه بعض العشائر بالإضافة لميليشيات مدعومة من إيران وأخرى شبه عسكرية موالية لدمشق. لكن من يقاتل من؟ في أحدث جولة من الاشتباكات المستمرة منذ الأحد الماضي يدور القتال على جبهتين، أعنفها في محافظة دير الزور التي يقطعها نهر الفرات وفيها غالبية عربية عظمى، كما تقع فيها أبرز حقول النفط السورية. في الشطر الشرقي إذن للمحافظة تقاتل قوات سوريا الديمقراطية قسد اختصارا. هذه القوات مسلحة وتابعة لعشائر عربية، منهم من عبر النهر وتلقى دعما من الجيش السوري. إذن قسد تقاتل هذه الجماعات التي انضم إليها أيضا بعض المشقين من مجلس دير الزور العسكري إثر اعتقال أبرز قادته والمعروف بأحمد خبيل أو أبو خولة، المتهم بارتكاب جرائم جنائية وتحالف مع الميليشيات الإيرانية. وعلى وقع هذه التطورات إذن اشتعلت جبهة أخرى في منبج هذه المرة وفي الحسكة أيضا وفي مناطق محيطة بها بعد انضمام عشائر عربية مدعومة من دمشق وأنقرة لقتال قوات سوريا الديمقراطية. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب، السيارات ومعدات اعدادهم على ديبان وعسير. ولمناقشة هذه التطورات اللافتة جدا في شمال شرق سوريا من دمشق الآن ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، ومن اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طه عودة أوغلو، كذلك من واشنطن ينضم إلينا حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من دمشق السيد عبد الحميد، هل صحيح أن هناك مخطط يجمع بين دمشق وطهران للسيطرة على مناطق قسد؟ هذا ما ذكره مظلوم عبدي في مقابلته معنا، قائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. ليس بعيدا أو غريبا، بل أعتقد أنه واجب الدولة السورية والحكومة السورية أن تسعى لوأد هذا المشروع الانفصالي الذي تقوده قوات الاحتلال الأمريكية في منطقة شرق الفرات، أو تسمى حقيقة اسمها الحقيقي هو الجزيرة السورية. نعم. التي تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات، وبالتالي طالما أن دمشق معنية بهذا الأمر وهذه المنطقة هي عضلة القلب بالنسبة للاقتصاد السوري بكل أبعاده ومقوماته النفطية والزراعية والثروة الحيوانية والمائية، وبالتالي منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الأمريكي على تلك المنطقة وأطلقت مشروع قسد في تلك المنطقة، كان واجب الدولة السورية ومخططاتها دائما أن تسعى لاستعادة هذه البقعة الجغرافية المهمة استراتيجيا على كل الصعد. هذا من جانب. من جانب آخر، ما جاء على لسان عبدي أعتقد بأنه لأول مرة يكون بهذه الصراحة والوضوح حين تماهى مع مشروع الاحتلال الأمريكي وأعلن رسميا أنه تم إسناده من بالطيران الأمريكي لضرب قوات العشائر العربية في محافظة دير الزور وتحديدا في شرقها. جانب آخر أنه يقطع ويبدو أنه يريد حرق المراكب مع دمشق التي كانت بينه وبين دمشق بعض التواصل على المستويات الأمنية. والأمر الآخر الذي يبدو جليا في حديثه أنه يريد أن يعيد السيطرة على محافظة دير الزور من الشرق أو شرق دير الزور. هذه المحافظة حقيقة للأسف أقول أنها عربية قح تاريخيا وجغرافيا، وليس لأي كردي وجود جغرافي أو تاريخي أو ثقافي أو حضاري في تلك المنطقة على الإطلاق،
وأعود وأكرر عن محافظة دير الزور تحديدا التي تمتد من الباغوز إلى آخر نقطة في شمالها عند الشداد جنوب الحسكة، وهذه المسافة تتجاوز 200 كيلومتر في تلك المنطقة. أريد أن ألمح إلى أنه يتحدث عن إعادة السيطرة، فهل يريد أن يكون قوة احتلال على أهل المنطقة ويريد أن يحكمهم بالسلاح المحتل؟ سيد عبد الحميد، قصد هي قوة أمر واقع ربما في المنطقة منذ سنوات، الآن حينما يتحدثون كذلك ليس فقط عن عملية من قبل دمشق ومدعومة من طهران، ولكن كذلك يتحدثون عن سعي دمشق ومحاولة دمشق إثارة الفتنة في المنطقة بين المكون العربي والمكون الكردي. أبعد ما يكون هذا الكلام عن الصحة أبدا بالمطلق. أعتقد بأن دمشق معنية، الحكومة السورية، الدولة السورية معنية تماما بأن تنهي مشروع الاحتلال الأمريكي الانفصالي في المنطقة، وأيا كان الذي يقوده أو يرفع رايته. وبالتالي العشائر العربية الموجودة هم عشائر عربية سورية، وكذلك حتى القوى الموجودة. ماذا يعني، سؤال بسيط، ماذا يعني أن إلى الآن هناك عشائر عربية في تلك المنطقة التي تسيطر عليها المجموعات الكردية الغريبة عن المنطقة، ما زالت لها علاقات مع الدولة السورية ومع الحكومة السورية ومتجانسة ولها أعرافها وتقاليدها التي ترفض أن يكون كما قال إبراهيم الهيفي الشيخ عشيرة العديادات بالأمس، يرفض أن يكون أن يحتله أو أن يأمره محتل غريب. نعم، دعني أنتقل للسيد حسين في نقطة الموقف الأمريكي. كذلك مظلوم عبدي كان قال إن الأمريكيين دعوا لحل سلمي وقاموا بجهود وساطة، ولكن في المقابل هو أكد أو أعلن للمرة الأولى بأن التحالف أو واشنطن دعمت تحركات قسد جويا. ألا يبدو الأمر مستغربا؟ مساء الخير. التعاون العسكري والتنسيق بين هذه المجموعات الكردية والقوات الأمريكية أو يعني المستشارين الأمريكيين المتواجدين في تلك المنطقة ليس جديدا، هو تعاون بدأ منذ أن احتلت داعش هذه المنطقة الجغرافية الكبيرة، وكانت هذه المجموعات التركية الكردية في طليعة القوات التي يعني شاركت في التحالف الدولي والتي قاتلت على الأرض، لأنه التحالف الدولي كان معظمه دعم من الجو. فهذا ليس موضوعا جديدا. الجديد في الموضوع سيد حسين، هو الولايات المتحدة هو لا يتحدث عن دعم أمريكي أو دعم من التحالف في عملية ضد داعش، ويتحدث في هذه الاشتباكات الحالية إن كانت واشنطن أو التحالف هو الوسيط بين الجانبين، كيف في المقابل عليه أن يقوم بدعم طرف ضد طرف آخر؟ أنا أقول إنه التعاون ليس حديث العهد بين الجهتين. إن كانت واشنطن وسيط، هي وسيط طالما أن الأمور تبقى على ما هي عليه، يعني من دون أن تحاول فئة اجتياح الأخرى. ولكن عندما تحاول فئة اجتياح الأخرى، أعتقد وقت ذاك ما تسعى إليه واشنطن هو الحفاظ على الأمر الواقع واستئناف الوساطة من دون غالب أو مغلوب، يعني من دون انتصار جهة على أخرى. ولكن إنه تنتصر الجهة العربية على الجهة الكردية ثم تقول تعالوا نتحدث عن حل سلمي، أعتقد هذا ليس حل سلمي، هذا اكتساح أو انتصار جهة على أخرى. نعم، ماذا عن تركيا؟ هنا أنتقل للسيد طه عودة. ما الذي يدور في تركيا من حديث حول هذه التطورات وهذه الاشتباكات في شمال شرق سوريا، المنطقة المتاخمة للحدود التركية؟ تركيا بحسب قصد كذلك دفعت مجموعات مسلحة إلى داخل منبج. هل يبدو هذا الأمر وهذا التصريح دقيقاً أو قريب من الدقة؟ تحياتي لك في البداية وضيفك الكرام والسادة المشاهدين. يعني من دون شك يعني هناك تصريحات رسمية صدرت قبل يومين، وخاصة من خارجية تركية تحدثت بأنها تتابع بقلق وعن كسب ما يحدث في دير الزور. ولكن يجب أن نتفق على نقطة مهمة، يعني تركيا يعني تعتبر قصد هي العدو اللدود لها، وأي خطوة وأي يعني توتر أو تصعيد ضد قصد هو يخدم تركيا ويفرح تركيا بالدرجة الأولى.
الأولى هناك معلومات تحدثت عن أن بعض الفصائل الموالية لأنقرة في جرابلس وأيضا في منبج هي سمحت لبعض العشائر وخاصة لمقارعة أو محاربة قسد، ولكن تركيا لا تتحدث بشكل مباشر. تعلمين أن هناك مراقبة ومتابعة بشكل كامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي إلى حتى هذه اللحظة، نعم بالأمس كان هناك اجتماعات أو عقدتها هذه الاجتماعات، لكن تصوري لم يعني توصل أو إلى تهدئة فيما يتعلق. لا يصل الأمر إلى تدخل سيطاها حينما نتحدث عن الموقف التركي، هل يصل إلى مرحلة التدخل في هذه الاشتباكات أو تأجيج الاشتباكات أكثر؟ لا أعتقد أن تركيا سوف تتدخل مباشرة عن طريق الجماعات الموالية أو القريبة منها. صحيح حاليا هناك يعني حرب أو دروس تدور ما بين العشائر، والعشائر خلال الأيام الأخيرة الماضية استطاعت يعني أن تقوم الاستيلاء على بعض القرى، على الرغم من التصريحات التي تبعناها قبل قليل من مظلوم عبدي. الولايات المتحدة الأمريكية كما تتابعين وتابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية هي إلى حتى هذه اللحظة هي تتابع، وممكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدث توازن فيما يتعلق بهذه الأحداث وهذا الصراع الدائر منذ فترة، خاصة هي تميل نوعا ما إلى قسد، لا تريد أن تخسر قسد وأيضا لا تريد أن يعني ينفك العقد، وأقصد هو هذه قسد والعشائر العربية التي كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية هي تحارب تنظيم داعش. وأيضا هناك أيضا نقطة مهمة، دخول يعني روسيا على الخط، وفي حال دخلت تركيا ممكن أن يعقد الأمور ويعقد يعني وضع الولايات المتحدة الأمريكية التي تحركت كما تعلمين خلال الساعات الأخيرة الماضية بعد وصول المواجهات إلى القواعد العسكرية وخاصة القريبة من حقول كونيكو. نعم سيد عبد الحميد، حينما كان السيد طه يتحدث تذكرت أمرا مهما. أذكر حينما زرنا شمال شرق سوريا منبج تحديدا منذ أشهر، كانت قوات الجيش السوري هي القوات التي تفصل الحدود التركية عن قوات قسد. في الساعات الماضية وصلتنا معلومات بأن هذه القوات، قوات الجيش السوري، خرجت من هذه النقاط العسكرية. كيف تفسر دمشق هذا الأمر؟ هي ليست جديدة الوجود الجيش السوري في كثير، هناك سبع نقاط وبلدات، ولكن الجديد هي غادرة النقاط سيد عبد الحميد، ليس الوجود وإنما المغادرة. اسمحي لي في عام 2018 حينما شنت تركيا عمليتها ضد عفرين كان هناك وجود سوري عسكري رسمي في تلك المنطقة في تخوم عفرين. وحين شعرت مجموعات عبدي الكردية هناك بأنها ليس قد فقدت كل قدرة على المواجهة لجأوا إلى الجيش السوري، فكان جواب الجيش السوري والدولة السورية وهو معلن أنزلوا علمكم وضعوا علم الجمهورية العربية السورية حتى نتبنى دفاعا عن أرضنا وعنكم جميعا. هذه المرة أيضا هذه ليست غريبة على الأمر، وأعتقد بأنها لا فسرها لنا سيد عبد الحميد، هل تقصد بأن الجيش السوري ترك الأتراك والجماعات القريبة من تركيا في مواجهة مباشرة مع قسد؟ هو فتح الطريق لأن قسد أساسا لأن الأتراك لم يدخلوا برا إلى عفرين، كانوا عملياتهم الجماعات الموالية وكان هناك مقاتلون. نعم بالضبط، ودخلوا من تلك المنطقة ولكن ليس عن طريق الجيش السوري، وحتى اليوم في منبج هذا الأمر واضح لأن العشائر العربية الموجودة هناك كلها عانت كثيرا من ممارسات قسد في أمرين، التكريد، محاولات التكريد بالأحرى، وكذلك التغيير الديموغرافي الذي أحدثته في بعض مناطق وريف حلب، وكذلك حاولت في دير الزور ولكنها أخفقت. ولكن سيد عبد الحميد مواجهات. ألا تتفق معي بأنها سيادة الدولة؟ كيف يترك الجيش السوري هذه النقاط ومع احتمالية تدخل تركي ومع عمل هذه الجماعات المسلحة القريبة من تركيا فقط بمبرر بأن قسد لا ترفع علم سوريا رسمياً؟ يا سيدتي يحضرني قول تشرشل حين جاءه وزير دفاعه في 1943 وقال له يا سيدي لدينا معلومات بأن ألمانيا ستغزو روسيا وتقتل ستالين، قال له إذا رأيت إبليس
كن هجوما على جهنم سأجد له مبررات. هذا هو واقع الحال اليوم. المجموعات الكردية التي تقول قسد تسمى بقسد هي التي تقود مشروعا خطيرا لقوات الاحتلال الأمريكي في سوريا. والدليل الأكبر على أن اللاعبين على الأرض كلهم ضد هذا المشروع: تركيا التي تعادي الدولة السورية، روسيا وإيران التي تحالف الدولة السورية، وسوريا أيضا التي وهي ومجموعتها الثلاثة تناقض الأمريكيين وتقف في ضدهم. كلهم متفقون على أن هذا المشروع سرطاني ولا بد من وأده قبل أن يستفحل. سيد حسين، كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادك لموقف دمشق؟ هنا أذكر هذا التصريح لوزير الخارجية السوري يقول: ما يصفه بالاحتلال الأمريكي ونهب هذا الاحتلال للثروات ودعم الجماعات الانفصالية يقصد قصد بالتأكيد، كل هذا الأمر سينتهي بنضال الشعب في دير زور والحسكة. طبعا هذا يعني تصريح من عن فن الخطابة، يعني ليس تصريحا جديا أو لا يتناول لا يقدم حقائق. هناك مشكلة مفادها أن الدولة السورية منذ أكثر من عقد لا تعرف كيف تتعاطى مع المواطنين السوريين، لا في مواضيع الأمن ولا في مواضيع الاقتصاد. ويعني حتى لو سلمنا جدلا أنه هذه المجموعات الكردية عادت إلى كنف الدولة السورية، تعود إلى أين؟ يعني هؤلاء الدروز في جنوب سوريا يتظاهرون، الوضع الاقتصادي في سوريا مزري، تم رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية. فيعني هناك مشكلة أصلا في الدولة السورية. ما تحاول الولايات المتحدة فعله هنا غير يعني غير موضوع داعش وإبقاء داعش بعيدا عن العودة، هي تحاول وقف هذا جسر الإمداد الذي تسعى إيران دائما إلى إقامته من طهران إلى بيروت. هناك تقارير أنه الولايات المتحدة نجحت في إغلاق ثغر متعددة بين الحدود العراقية والسورية وباقي يعني بعض هذه المناطق. وطبعا قصد هم يعني في هذا في طريق بين إيران وسوريا. فهذه عملية جيوستراتيجية واضحة. هل الاشتباكات سيد حسين جزء منها يتعلق بهذا المسعى الأمريكي لوقف خطوط الإمداد بين العراق وسوريا؟ بالتأكيد. وأنه يعني كان هناك محاولة روسية قامت قوات فاغنر أعتقد قبل سنوات بمحاولة الهجوم نفسها على هذا المحور، وقامت المقاتلات الأمريكية وطائرات الدرون بالتصدي لها. يعني صار تحولت إلى مواجهة فعلية بين الروس والأمريكيين. فأمريكا واضحة لن تتخلى عن هذا الجزء الجيوستراتيجي. أما يعني مصلحة تركيا ومصلحة سوريا، صحيح أنهما ضد المجموعة الكردية، ولكن هما أيضا ليس على توافق. وكما تفضلتم في بداية هذا البرنامج، هناك مشكلة بين سوريا والمقداد، يقول أنه نحن سنطرد سوريا وتركيا وهذا احتلال تركي. فكل واحدة من هذه المجموعات لنفسها، لا يوجد وجهة ناظمة بالضبط. نعم، ونتحدث هنا عن الأتراك السيد طه. حينما تقدمت مجموعات مسلحة قريبة من تركيا في المنطقة، روسيا قصفت هذه الجماعات. التفسيرات مختلفة، هل كانت تقصد العشائر العربية أم ما يسمى بالجيش الوطني، هذه الجماعات المسلحة التي كانت تتخفى تحت ستار العشائر العربية. ولكن في كل الحالات، كيف تنظر تركيا لهذا التطور ولموقف روسيا؟ يعني أنا تصوري يعني من خلال المتابعة دائما قبل أي اجتماع يعقد ما بين أردوغان وبوتين، يعني قبل ساعات كان هناك اجتماع في سوتشي كما تعلمين، ناقش عدة قضايا. نلاحظ دائما تصعيد على الأرض في سوريا، دخول كما أشرت لك قبل قليل، اختلاط الحابل بالنابل، وخاصة في دخول روسيا على الخط والصمت الأمريكي خلال الأيام الأخيرة الماضية، واستمرار هذه الاحتجاجات هي حقيقة مخيفة ومقلقة للغاية. تسألين من المستفيد؟ أعتقد المستفيد كسر من هذه الأحداث. روسيا تحاول قدر الإمكان، يعني وخاصة فيما يتعلق بموضوع قسد، دعم قسد، وهي أن تكون قريبة من يعني دمشق. وأيضا فيما يتعلق بالتأثير على تركيا، وخاصة أن هناك تركيا تعتبر أن قسد هي صاحبة مشروع، يعني هذا المشروع انفصالي بالنسبة لتركيا وترفضه، وحاربت خلال السنوات الماضية، شنت حروب ضد قوات قسد والتي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم جميعا. من اسطنبول كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي طه عودة أوغلو، ومن واشنطن
حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. كذلك كان معنا من العاصمة السورية دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. شكرا. والآن إلى ملف آخر، أزمة ثقة هي العلاقة القائمة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، التي لم تقدم أي إيران حتى الآن أي إجابات واضحة بشأن أنشطتها النووية المشكوك فيها ومواقعها السرية. وفي هذا الإطار كشف تقريران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة، بينها إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين. وأظهر أحد التقريرين السريين اللذين أرسلا للدول الأعضاء قبيل اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة لمراجعة الخطوات التي اتخذتها إيران، أظهر أن طهران تواصل تكديس مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، لكن بوتيرة أبطأ. وورد في أحد التقريرين أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عبر عن أسفه لعدم إحراز تقدم في حل القضايا الرئيسية، بالإضافة إلى تقاعس إيران عن تقديم أجوبة صادقة عن منشأ جزيئات يورانيوم عثر عليها في موقعين سريين. وأرسلت الوكالة التقريرين إلى الدول الأعضاء قبل اجتماع فصلي في الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. ولمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني ينضم إلينا من طهران العاصمة الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. من باريس انضم إلينا الكاتبة السياسية مايا خضرة. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من طهران الدكتور محمد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق تقرير مسرب الآن في وكالة الأنباء في وكالة رويترز تحديدا تقول فيه إن إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم ولكن بوتيرة أبطأ. هنا نتذكر تصريحا من قبل مسؤولين إيرانيين منذ أيام فقط يقولون فيه إنهم لن يخفضوا تخصيب اليورانيوم. كيف يفسر هذا الأمر إذن؟ مساء الخير لك ولضيفتك وللمشاهدين. هذا صحيح جدا، إيران تقول بأن نسبة تخصيب، هناك نحن نتحدث عن قضيتين. قضية أولى تتعلق بنسبة تخصيب وهي 60% أو 20 أقل أو أكثر. الوتيرة. قضية أخرى نعم، وقضية أخرى يعني هذه صارت ثلاث قضايا، النسبة الكمية والوتيرة. نسبة التخصيب اليورانيوم يبدو بأن هذه النسبة التخصيب 60% إيران لم تتجاوز هذه النسبة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الكمية، هذه الكمية لن تنخفض لأن هناك إنتاج في تخصيب اليورانيوم، لكن الوكالة الدولية قالت بأن هذه الكمية هي أقل من الكمية التي كانت في السابق. بمعنى نأتي إلى النقطة الثالثة، وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قلت عما كانت عليه في الماضي، وهذا شيء مشجع، أمر مشجع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم. لكن الإيرانيون يعتقدون بأنهم باضون في هذا المسار ما دام أن كل أنشطة التخصيب هي لا زالت تحت رقابة وإشراف فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن على الأقل واحدة من ثلاث نقاط يعتقد دكتور محمد بأنها إيجابية. هنا انتقل لسيدة مايا، تباطؤ وتيرة التخصيب، إلى أي حد يبدو هذا الأمر إيجابيا فعلا؟ نعم، يعني أنا لا أشاطر للأسف وجهة نظر ضيفكم الكريم من طهران، لأنه فقط حسب الوقائع وحسب تصريح رافائيل جروسي وهو
رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية نعم، كان ممتعضا من التقريرين اللذين تم تقديمهما للدول الأعضاء الذي يبلغ عددهم بال 35. هو لم يرى في هذا التباطؤ مؤشرا إيجابيا، لقد عرض ذلك كواقعة، ولكن أضاف أنه بالرغم من التباطؤ بالنسبة للسنة المنصرمة، في نفس الوقت في تخصيب اليورانيوم عالي النقاء لحد 60%، هذا الأمر ليس بإيجابيا، لأن الالتزامات التي تعهدت بها إيران والتي طلبت منها في مارس المنصرم، أي وضع كاميرات مراقبة على المنشآت النووية وتفسير وجود يورانيوم مخصب في موقعين غير معلنين، هذا هي أو هاتين النقطتين لم يتم توضيحهما. وبما خص تباطؤ الوتيرة، لا يمكن أن نتكلم عن أمر إيجابي في حال ما تباطأت نسبة التخصيب، يجب أن تتوقف نسبة التخصيب، لأنه حسب اتفاقية سنة 2015 التي بالطبع انسحبت منها بشكل أحادي الولايات المتحدة، ولكن كان على إيران احترام بنودها في حال ما كانت تريد أن تظهر حسن نية أو تعبر عن حسن نية في التزامها بهذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية لا تسمح حتى بالوصول إلى نسبة 60%. ولكن هناك من يعتقد السيدة مايا بأنه مجرد التباطؤ في الوتيرة هو جاء بعد اتفاق أو صفقة ما مع الولايات المتحدة الأمريكية، تباطؤ في التخصيب مقابل رفع اليد عن هذه الأموال المجمدة. نفية رسمية، لا نعلم دقة ما يجري في الخفاء. الأموال المجمدة نعم نعم تم التكلم عن ذلك، ولكن هذا الأمر أتى من الجانب الإيراني أو عن بعض من المصادر الإيرانية، وتم تناول أيضا موضوع السجناء والرهناء الأمريكيين والأجانب في السجون الإيرانية، ولكن تم نفي ذلك من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. يمكن أن يكون هذا الموقف الأمريكي موقفا فقط بروتوكوليا، ويمكن أن يكون هناك بالفعل اتفاقية سرية متواجدة، ولكن بالنسبة لي ليس الأمر فقط مرتبطا بأموال مجمدة بسجناء أيضا، ولكن هناك ضغطا دوليا، ولو حتى لم يكن معلنا بشكل واضح، ضغطا من قبل الولايات المتحدة، من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن قبل فرنسا مؤخرا. نعم. من خلال بعض الاتهامات التي وجهها الرئيس ماكرون إلى إيران بالتدخل في بعض من دول منطقة الشرق الأوسط، هناك ضغطا سياسيا ودبلوماسيا على إيران ممكن أن يكون قد أدى إلى هذا التباطؤ، ولو حتى التباطؤ ليس بإيجابيا. نعم، هذا في نقطة واحدة فقط تتعلق بالتباطؤ، هناك نقاط أخرى. الملف الثاني المذكور في هذا التقرير الدكتور محمد يتعلق بالموقعين السريين، كان من المفترض أن تقدم إيران أجوبة عن الموقعين، إلى حد الآن لم تقدم شيئا، لماذا تصر إيران على إبقاء هذه المواقع السرية دون تقديم أي أجوبة واضحة؟ منذ آذار مارس الماضي تم الاتفاق بين إيران ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي زار طهران آنذاك. اتفقوا على خارطة الطريق، وهذه خارطة الطريق من ضمن بنودها أن يتم التعاون بين الجانب الإيراني والوكالة على الإجابة على 4 نقاط مختلف عليها، والوكالة الدولية تريد توضيح حول هذه النقاط 4 التي تعتقد الوكالة بأن في هذه النقاط تجرى أنشطة نووية بعيدة عن أعين ورقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفعلا إيران قامت بالإجابة على نقطتين أو موقعين، وتم تسوية هذين الموقعين، بقي هناك موقعين آخرين. إيران تقول بأنها تعمل من أجل إقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إعطاء إجابات مقنعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موقعين آخرين. الإيرانيون يعتقدون بأنهم يستطيعون إقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنهم يعتقدون بأن الوكالة في بعض الأحيان تقع تحت ضغوط الولايات المتحدة أو إسرائيل، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن إذا ما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني
يعني محايدة في هذا الأمر. نعم. هم يستطيعون إقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أنا أعتقد بأن الإيرانيين فعلا عازمين هذه المرة على إقناع الوكالة، ولكن على ما يبدو التقرير لم يحمل إشارة إيجابية في مسألة الموقعين وفي مسألة كاميرات المراقبة كذلك، تحجب الرؤية لغاية الآن عن الكثير من المواقع. دعيني أشير إلى نقطة ضيفتك تحدثت عنها، وهي قضية اليورانيوم المخصب 60%. يورانيوم مخصب 60% وغير ممنوع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما دام أنه هو سلمي عند ذلك لا 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 مشكلة. هناك عديد من الدول التي تعمل بتخصيب يورانيوم بنسبة 60%، ليس هناك مشكلة. المشكلة الآن الوكالة تقول بأن هذا يتعارض مع اتفاق 2015. اتفاق 2015 أولاً الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق، ثانياً الدول الثلاث الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تلتزم بتعهداتها عندما أوصت إيران وقالت لإيران بأنه أن يصمد الاتفاق النووي وهم سيفعلون آلية إنستكس للتعامل التجاري مع إيران. الدول الأوروبية الثلاث لم تفعل ذلك. النقطة الثالثة، منذ يوليو تموز 2015 إلى يونيو حزيران، يوليو تموز إلى يونيو حزيران من 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، في هذه الفترة إيران نفذت كل بنود الاتفاق النووي لوحدها، ولم يطبق الجانب الآخر أي من البنود التي يجب عليهم أو التزاماتهم التي وردت في الاتفاق النووي. وبالتالي إيران لم تخصب أكثر من وفي ذلك الوقت خفضت نسبة التخصيب إلى 3.76. بعد 2018 عندما سحبت الولايات المتحدة وعندما تلكأ الأوروبيون من الالتزام بتعهداتهم، إيران عملت ببند ورد في الاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم بما موجود في الاتفاق النووي. بالتالي أنا أعتقد بأن هذا الاتفاق حتى لو كانت إيران التزمت فعلا دكتور محمد، هي الكاميرات لا تعمل لغاية الآن والمواقع السرية والأجوبة لم تقدم، إذن الالتزام مشكوك فيه. وهنا أنتقل للسيدة مايا. الكاميرات بس اعطيني دقيقة واحدة. الكاميرات أيضا الكاميرات أيضا بناء على الاتفاق النووي تم إزالة الكاميرات من بعض المواقع، وأبقت الكاميرات المنصوص عليها في المواثيق الدولية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس بناء على بنود الاتفاق الموقع في العام. هنا أنتقل سيدة مايا، نسبة 60% هي نسبة معادية مشروعة مثل ما يقول السيد الدكتور محمد، وحتى كاميرات المراقبة هي ليس فيها أي انتهاك للمتفق عليه. يعني يوجد انتهاك، يوجد ليس انتهاكا ولكن استفزازا. لماذا؟ لأن نسبة 60% مبتعدة جدا عن النسبة المسموحة باتفاق 2015، وكيف لإيران بالرجوع إلى طاولة المفاوضات في فيينا في السنة الماضية وكل هذه الجولات من المباحثات مع الأوروبيين الذين أتعارض مع ضيفكم الكريم من طهران، التزموا بتعهداتهم تجاه إيران وقاموا بالتنازلات في هذه المفاوضات، وحتى قاموا بتنازلات أدت إلى التوتر بين علاقة الأوروبيين المفاوضين الأوروبيين في فيينا والجانب الأمريكي. الجانب الأوروبي ضحى للرجوع إلى هذا الاتفاق، وعلى أي أساس كانت إيران تفاوض في فيينا في السنة المنصرمة إذا كانت تخصب بنسبة 60% للمفاوضة وللتعبير عن رغبتها بالرجوع إلى هذا الاتفاق؟ يجب أن تلتزم بأبسط الأمور. لا نطالب إيران بالتراجع عن أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط ولا عن التخلي عن الصواريخ الباليستية، ولكن فقط الرجوع إلى نسبة التخصيب المنص عليها سنة 2015 في الاتفاق النووي. هذا أولا. ثانيا، كيف يتم
كيف يتم؟ كان هناك الكثير من الضمانات، وحتى جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية قدم ضمانات لإيران، ولكن الجواب الإيراني الذي أتى لم يكن واضحا، وحتى أدى ذلك إلى امتعاض بوريل الذي كان يعتبر حليفا للجانب الإيراني. وبما خص الطاقة الدولية للطاقة الذرية، أريد فقط أن أتكلم عن نقطة صغيرة في حال كانت هذه الوكالة نعم تابعة للولايات المتحدة ولا إسرائيل، وكانت هذه الوكالة لا تمت للمهنية بصلة، لماذا إيران تعرقل عملها؟ إيران لم تعطي تأشيرات للمراقبين التابعين للوكالة للقدوم إليها. نعم، لذلك الطرف غير الموضوعي والذي يعرقل هو إيران وليس الوكالة. نعم، كان تحدث الدكتور محمد عن وجهة نظري في هذه النقاط. شكرا جزيلا لكم. من باريس كنت معنا الكاتبة السياسية مايا خضرة، وكان معنا من طهران العاصمة الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا. وإلى ملف آخر الآن، ففي ثاني زيارة خارجية له، أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان محادثات في جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، تركزت حول الجهود الإقليمية لإيجاد تسوية للصراع في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى. وأشار بيان صادر عن مجلس السيادة أن المباحثات تناولت الاعتداءات المتكررة التي قامت بها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ضد حكومة السودان وشعبها. ومن جهته قال وزير خارجية السوداني المكلف علي الصادق أن بلاده ترى أن جنوب السودان هو الأنسب للتوسط لمعالجة الأزمة التي يشهدها السودان، وذلك لما يجمع الطرفين من مصير مشترك وعلاقات تاريخية وفق قوله. وفي المقابل قال وزير خارجية دولة جنوب السودان دينغ داو، قال إن زيارة البرهان إلى جوبا تشكل فرصة للاطلاع أو لإطلاع القيادة في دولة الجنوب على تطورات الوضع في السودان وعلى إمكانية إيجاد الحلول للأزمة السودانية. كما أضاف أن البلدين تربطهما حدود مشتركة طويلة تتطلب التنسيق والتعاون لحمايتها ولتأمينها. كما أكد أن بلاده يمكن أن تكون المكان الأنسب لإيجاد حل للأزمة السودانية. أقدم لأشقائنا في جنوب السودان شرحا حول حجم العدوان الذي شن على حكومة وشعب السودان من قبل حركة التمرد، كما أننا سوف نتطرق إلى المساعي التي تبذلها القوى الإقليمية لا سيما جنوب السودان باعتبارها الدولة المؤهلة للقيام بدور الوساطة في المشكلة التي يواجهها السودان وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها، فضلا عن النظر في مستقبل المبادرات الأخرى التي تم طرحها. بغض النظر عن الأحداث التي يشهدها السودان، أفضل من يستطيع حل المشكلة هو جنوب السودان، لأننا نعرف بعضنا البعض، بل أكثر من ذلك فإن رئيسنا هو زميل لعبد الفتاح البرهان، كما أن لديه علاقات جيدة مع قائد قوات الدعم السريع، وبالتالي نرى أن لدينا المعرفة والقدرة على حل هذه المشكلة. فرئيس بلادنا مؤهل أكثر من غيره لإيجاد حل للمشكلة، وهو لديه الاستعداد للقيام بذلك. ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض. عمار، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج أخبار ليلة. سيد عمار، كنا ننتظر أو نتوقع أن يتحدث البرهان قائد الجيش السوداني عن جماعة عبد العزيز الحلو بالتأكيد، ولكن هل هذا يعطي إشارة بأن ثمة وساطة متوقعة أو مرتقبة لجوبا بين الجيش السوداني وجماعة عبد العزيز الحلو؟ نعم، هذه واحدة من أجندة الزيارة، العلاقة الطيبة التي تجمع السودان مع جنوب السودان، وبالضرورة السودان
جنوب السودان مع جبال النوبة والنيل الأزرق، جنوب النيل الأزرق، مناطق التي يتحرك فيها القائد عبد العزيز آدم الحلو. بالإضافة إلى أن جنوب السودان كانت هي الدولة التي رعت، بالإضافة إلى سلام جوبا كانت ترعى المحادثات ما بين السودان والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بل أنها هي كانت الوسيط الذي وقع أو الذي وافق لها الجنرال برهان فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بإذا كانت العلمانية في مقابل تقرير المصير وغيره. نعم. كل هذه النقاط تجعل من جنوب السودان الأكثر تأهيلا لخفض التوتر في جبال النوبة، والأكثر تأهيلا أيضا لاستكمال ما كان في السابق من اتفاق لوقف عدائيات وتفاوض ما بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة السودانية أو الجيش السوداني وتفر الاسم السودان، هي الأنسب لذلك. بل أبعد من ذلك، الأنسب أيضا وفق ما يصدر الآن من تقارير، لأنها تلعب دورا محوريا فيما يتعلق بإيقاف الحرب في السودان. سيد عمار، حتى وزير ثلاث دول، نعم، حتى وزير الخارجية السوداني ذكر هذه المسألة اليوم وبدت لافتة، كيف يمكن أن تلعب جوبا هذا الدور؟ هل هي مؤثرة على الجانبين الدعم والجيش؟ نعم، جنوب السودان تؤثر وتتأثر كمان، وليس تؤثر فقط. أي نزاعات مسلحة في مناطق التمازج، ولايات شرق دارفور، ولايات غرب كردفان، ولايات النيل الأزرق، يؤثر مباشرة على الأمن في جنوب السودان وتؤثر على جميع الأطراف. أيضا جنوب السودان لديها تجربة في أنها السودان سبق له أن قاد محادثات سلام ما بين الرئيس سلفا كير ونائبه في ذلك الوقت الذي كان يحارب الدولة رياك مشار. بعد أن فشلت كل الوساطات، نجح السودان الدولة وليس النظام في أن يصل الجنوبيين لاتفاق للسلام. بالتالي هم أدرى بتعقيدات السودان، أدرى بالتجربة الإكسبرينس بتاعتهم نفسهم، إنه كان حدثت لهم إشكالات الغبول من جميع الأطراف. بل أبعد من ذلك، هنالك تحركات كبيرة نحن كمراقبين كنا نلاحظها، قام بها الرئيس سلفا كير في صمت تام، زيارته إلى أديس أبابا ولقائه مع أبي أحمد، وفي ذلك الوقت تزامن أن هنالك كثر كانوا موجودين في دبر زيت، نعم، في أثيوبيا بشكل عام. ولكن هناك مسارات أخرى عمار، هناك مسارات أخرى للتوسط بين الجيش والدعم السريع أو للحل أو تيسير العملية السياسية. هل نتحدث إذن عن احتمال مسار جديد يضاف لهم؟ لا 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 لا، ليس مسار جديد، هذا ما كنت سأذهب إليه. قبل دخولي إلى الاستديو كنت أستمع للمقابلة التي أجرتها CNN مع ويليام روتو في القمة التي تعقد في في نيروبي. هو يتحدث على أن هنالك عدد من المؤشرات تقول أن طرفي الاتفاق أو طرفي الصراع في السودان هما الأقرب الآن للجلوس في طاولة، وهذا ليس هو الخبر، ربما يكون هو دعاية يريد أن يرسلها ويليام روتو، ربما يكون لديه أغراض أخرى. ولكن المهم أنه أيضا ذكر أن أي عملية للسلام ستقوم بها الإيجاد لن تستبعد جهود جنوب السودان، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، وأنهم يسعون لشكل من أشكال الهارموني ما بين كل هذه المجموعات. لكن بالنسبة لنا نحن كسودانيين نعتقد أن المفاوضات والمحادثات، أو على أقل تقدير بالنسبة لي كمراقب، المحادثات التي تدور في مدينة جدة يجب أن تعطى الفرصة للوصول لاتفاق لإعلان مبادئ اتفاقين. نحن السودانيين إذا كان الناس كلهم يريدون أن يحلوا هذه المشكلة، اتفاق لإعلان مبادئ تشارك فيه الدعم السريع والجيش السوداني
وكل الفصائل إذا كانت عبد العزيز الحلو أو غيرهم، وكل الفصائل السياسية إذا كانت الحرية والتغيير، إذا كانت الكتلة الديمقراطية، إذا كانت قوى التغيير الجذري، إعلان مبادئ للقضايا السياسية يحتوي أيضا على إعلان لوقف إطلاق النار تشارك فيه جميع الفصائل المسلحة. ذلك يمكن أن يفتح الطريق لأن تكون هنالك منابر متشاركة، ضربة البداية المملكة العربية السعودية، يذهب الناس بعد ذلك إذا كانت هنالك نقاشات أمنية الأفضل أن تديرها جنوب السودان مرحب، إذا كانت هنالك نقاشات سياسية من الأفضل أن تديرها جمهورية مصر مرحب، إذا كانت هنالك نقاشات سودانية في الاتحاد الأفريقي مرحب. هذا هو الطريق الأمثل الذي نحاول كلنا جميعا تنوع المنابر وتكاملها مثل ما ذكرت. من القاهرة كنت معنا الكاتب الصحفي السوداني عمر عوض، شكرا جزيلا لك. إذن أذكر ببعض الأخبار العاجلة من المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء النيجر، وسنناقش هذا الملف لاحقا. يقول المحادثات مع مجموعة إكواس مستمرة، ونتوقع عملية عسكرية في أي وقت ضد بلادنا ونحن مستعدون. السلام عليكم. فقلت له أخ معمر، إحنا كثورة شئنا أم أبينا انتهينا، أطلع أنت وعائلتك وأطلع لأي بلد تختار أي بلد. سؤال لك عبد الرحمن، آخر جاية ليه لطرابلس قابل العقيد زي واحد يائس. فقلت له عبد الرحمن شو قال لك، شو قلت له؟ قال لي تعال تعشى معي ولا نحكي لك. كيف أوقفت؟ كيف استجنت؟ ليش ضليتك بليبيا؟ بجد دول ذاك تعرضوا له بالتعديل، بغداد يتعرضون بالتعذيب، السعد يتعرضون بالتعذيب، كثير منهم. أنا شخصيا لا. الأمين الأخير لمؤتمر الشعب العام في ليبيا محمد أبو القاسم الزوي، الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أمطيت ابني المروان ومروان خدا باع 70 مليون. تجارة ازدهرت لسنوات. هو كان مخطط من البداية أن يبيع كليتي. أرقام صادمة وملفات تفتح لأول مرة. وصلت المرحلة أنه حتى يبيعني. أطفال وأعضاء بشرية في مزادات سوداء. بسهولة استياد الضحايا عن طريق شبكات التواصل. تعددت عمليات الإتجار بالبشر في العراق. تحقيق خاص ومشاهد تعرض لأول مرة عن سماسرة البشر في العراق. عمرنا 13 سنة. الله يخليك، أنا ما أقدر أحكي. السبت 3:30 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع أزوفستال الصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا، والقصف كذلك كان متواصل. روسيا مقولة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل نيتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟
الخفيفة الآن، والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والحلبية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلاً. تبعات إقرار الموازنة المالية العراقية. هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكان؟ هذه الميليشيات لا تخرج عن إطار هذه القوى المتنفذة بالعراق. هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الأقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل. هناك أخطاء كثيرة في هذا الدستور. ما هي المهام المناطة لقوات الجيش بالنسبة للحدود؟ هل يمكن لهذه الميليشيات أن تخرق سرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم هو نقطة قلق بالنسبة للعراق. جماعة كتائب حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار. ما الذي تعني هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث. قائد قوات قسد يكشف للحدث. الجيش السوري خطط للسيطرة على مناطق الإدارة الذاتية، والمقداد يقر بدعم دمشق للعشائر. وكالة الطاقة الذرية محبطة من إيران، اتهامات بالتقاعس عن كشف أسرار مواقعها النووية، ورؤية كاميرات المراقبة محجوبة. البرهان يشكو قوات الحركة الشعبية شمال جنوب السودان، والخارجية تعتبر جوبا الوسيط الأنسب لوقف الحرب. أربيل تتهم حكومة السودان بنقض تعهداتها وتجويع كردستان، وحكومة الإقليم تؤكد أنها لن تخضع للضغوط والتهديدات. البرلمان الليبي يعقد جلسة طارئة لبحث تشكيل حكومة موحدة، وباتيلي يطالب بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. السلام عليكم. أزمات متلاحقة تحاصر العلاقة بين أربيل وبغداد، نقاط توافق تجمعهما أحياناً بناء على التوافقات السياسية ضمن التحالف إدارة الدولة الذي أفضى إلى ولادة الحكومة الحالية. كذلك خلافات كثيرة عند الوصول إلى التنفيذ أو تفسير ما تم التوافق عليها. وإلى جانب الخلافات الحالية بشأن عودة الحزب الديمقراطي إلى مقاره في كركوك، أزمة قديمة جديدة تتفاعل بشأن الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان. المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان اتهم الحكومة العراقية بانتهاج سياسة التجويع ضد شعب كردستان وفق قولها، مشيرا إلى أن بغداد قررت إرسال نحو 500 مليار دينار إلى الإقليم، وهو مبلغ لا يكفي لدفع رواتب الموظفين، وهذه تقدر بأكثر من 940 مليار دينار شهريا. كما أضاف أن الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج، وإنهم مستعدون لأي مفاوضات بنوايا حسنة وهدوء. كما أشار أنه لا يعرف إلى متى سيستمر هذا الهدوء. ومن جهته قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن الشعب الكردي لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والدستورية، ولن يخضع لأي ضغوط وتهديدات من الذين يريدون إعادة العراق إلى عهد الدكتاتورية والقمع وفق قولها. إن المبلغ الذي أرسلته الحكومة العراقية لا يغطي رواتب موظفي إقليم كردستان، وإن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 500 مليار دينار فقط،
ما تفعله الحكومة الاتحادية هو تجويع لشعب كردستان، وإن عائداتنا والخمسمائة مليار دينار لا تغطي الرواتب، والمفاوضات لم تأتي بنتيجة مع بغداد. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بغداد العاصمة العراقية مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. من أربيل ينضم إلينا عماد بجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من بغداد الدكتور حسين. دكتور حسين، في البداية لنذكر فقط المشاهد العراقي والعربي حول ما اتفق عليه بخصوص رواتب الموظفين بين بغداد وأربيل. مساء الخير عليك، مساء الخير على ضيفك الكريم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد الاتفاقات تأتي في ضوء السقف الدستوري والقوانين النافذة، وكذلك بالمقابل الاتفاق السياسي، وكذلك الاتفاق الذي يجري من خلال الموازنة الاتحادية الذي يحدد مسارات عملية الانفاق الخاص بإقليم كردستان، وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية. وهنالك طبعا آلية يتم تدقيق الحسابات والكشوفات المالية التي تقدم من قبل حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية ووزارة المالية الاتحادية، وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، وعلى أثرها يتم صرف المبالغ المخصصة للرواتب على مدى شهرين. وبالتالي هذا هو المسار الأساسي الذي عملت عليه حكومة السيد محمد الشيع السوداني مع حكومة إقليم كردستان. وأتوقع أن الأشهر الماضية التي جرت كانت تسير بصورة طبيعية وليس هنالك تعثر في أي مسار من المسارات، لكن بالمقابل لأنه تبقى قضية عملية التدقيق للحسابات لدى ديوان الرقابة المالية ولدى كذلك بالمقابل حكومة إقليم كردستان، هذا هو المسار الذي تعمل عليه الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان مع ديوان الرقابة المالية في هذا الموضوع. نريد تفسيرا، لماذا إذن دفع نحو 500 مليار دينار؟ هذا المبلغ هو سلفة أو مرتبات شهرين أم ماذا؟ لا هذه مبالغ تدفع في كل شهرين بعد تدقيق الحسابات ووفقا حصص الإقليم في الموازنة الخاص بحكومة إقليم كردستان، وهو تسليم النفط. نعم، حصص الإقليم في الموازنة. إذا تعيدين السؤال. هذا يأتي، هذا المبلغ يأتي ضمن حصة الإقليم في الموازنة. هذه حصة الإقليم. لا إذا تسمحي لي، هنالك التزامات سيادية يتم استقطاعها من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا طبعا ما صوت عليه نواب إقليم كردستان سواء في الحزب الديمقراطي الكردستاني أو كذلك في الاتحاد الوطني وحتى الأحزاب الأخرى. لكن بالمقابل إلى أنه هذه المبالغ تدفع كل شهرين بعد تدقيق الحسابات كتمويل الرواتب الخاصة بالموظفين في إقليم كردستان، وهذا بالتالي مسار طبيعي تعمل عليه الحكومة الاتحادية، بالإضافة للمسار الآخر وهو استلام يعني الإنتاج النفطي من إقليم كردستان وتصديره من خلال الحكومة الاتحادية وعبر شركة سومو. نعم، ولكن لما أفهم هذه النقطة قبل أن أنتقل للسيد عماد، كان من المفترض يقول الإقليم بأنه يحتاج ل 940 مليار دينار شهريا فقط للرواتب، ولكن ما سلم 500 مليار دينار هو لرواتب شهرين. يعني هذا الموضوع حقيقة يرتبط بعملية التدقيق الخاص بأعداد الموظفين، وبين الحين والآخر نرى بيانات تصدر من حكومة إقليم كردستان حول عدد من الموظفين الذين يتم استبعادهم بعد عملية التدقيق في الحسابات المالية. تقصد أن بغداد اكتشفت موظفين فضائيين؟
لا مو بغداد، لا اذا تسمحي لي، بس اسمحي لي، لا بس اذا تسمحي لي، انا ما قلت لك هذا الموضوع، دا اقول لك هنالك بين الحين والاخر يصدر من اقليم كردستان وليس من الحكومه الاتحاديه، لان هنالك لجنه مشكله بين ديوان الرقابه الماليه وبين كذلك بالمقابل حكومه اقليم كردستان في هذا المجال، والحكومه حكومه اقليم كردستان تعمل على الحوار وتقديم الكشوفات الماليه بصوره واضحه، وعلى اثرها تقوم الحكومه الاتحاديه بتحويل هذه الاموال عبر وزاره الماليه الاتحاديه. إذن سيد عماد، على ما يبدو بحسب الدكتور حسين هذا المبلغ وفق اتفاق وفق أرقام قدمت من قبل الإقليم، لماذا الآن الإقليم يرفض هذا الأمر ويقول بأن المبلغ غير كاف؟ بداية تحية لك سارة وتحية ضيفك الكريم والمتابعين قناتكم الأكارم، جل احترامي للأستاذ حسين سيد المستشار، يبدو أنه ليس لديه معلومات ولكن عمله يقضي عليها أن يدافع عن وظيفته أن يدافع عن الحكومة. يا سيدتي الغالية، منذ سنوات والإقليم قدم كشوفات بأعداد الموظفين وقيمة الرواتب، 940 مليار دينار شهريا، هذه ليست للموظفين فقط، لكل متقاضين الرواتب، الجيش يعني يقول البشمركة الداخلية، المرور، المتقاعدين، الموظفين، ذوي الاحتياجات الخاصة، شبكة الرعاية الاجتماعية، كل الذين يستلمون رواتب عددهم هذا يحتاج 940 أو أكثر من 40 مليار دينار. حصة الإقليم كانوا يتحججون بمسألة النفط، الآن النفط أصبح ملف النفط بيد الحكومة الاتحادية، أي ما معنى يجب على بغداد أن تسلم حصة الإقليم من الموازنة شهريا أكثر من تريليون دينار، باعتبار أن الإقليم له حصة 12.6 من الموازنة العامة، ولكن الحكومة الحالية كسابقاتها لا تلتزم بالاتفاقات، ولا تلتزم بالاتفاقات السياسية ولا الدستورية ولا القانونية، يريدون بشتى الوسائل يخلقون أزمة بين أربيل وبغداد، ويريدون تفكيك كيان أقليم كردستان وتجويع شعب كردستان. ومن المعيب، قلناها أكثر من مرة، أنه ورقة رواتب موظفين أقليم كردستان وقوت الناس تستخدم ورقة ضغط سياسية، المناكفات السياسية يجب أن تكون بعيدة عن رواتب الموظفين دستوريا، ولكن لا حياة لمن تنادين. كل حكومة تأتي تتبع نفس النهج. الآن الملف النفطي بيد بغداد، ويفترض على بغداد أن ترسل شهريا حصة الإقليم مع النفقات السيادية. الدكتور الأستاذ حسين يتحدث عكس ما هو الواقع، ينبغي على بغداد إرسال النفقات السيادية وأيضا الرواتب وكذلك تنمية الأقاليم، كل هذه، وأيضا حصة الإقليم من المشتقات النفطية والمحروقات كالبنزين وغيره. إذن هنا بغداد هي من تحاول وتتنصل من كل الاتفاقيات السياسية والقانونية والواجبات. لذلك أنا أقول يعني العراق لا يقاد بهذه الطريقة. هذا التنصل من الاتفاقات السياسية سوف دعيني أقول يؤثر على الاستقرار السياسي. رأينا هذه الفترة التي مضت ماذا حصل في كركوك والعلاقة بين أربيل وبغداد، كل هذه الأمور مفتعلة من قبل بغداد. نعم، شخص السيد السوداني يريد أن يطبق كل اتفاقاته السياسية، ولكن ليس بيده شيء. الرجل تفرض عليه إملاءات، وقالها قيس الخزعلي، قال محمد شياع السوداني مدير عام لدينا، العراق لا يمكن أن يقاد من قبل مدير عام، يجب أن يكون رئيس. سأنقل هذه النقاط، وشجاع ولديه قرارات حازمة. سيد عماد، سأنقل هذه النقاط للدكتور حسين ثم أعود إليك في نقطة أخرى. بداية دكتور حسين، لماذا نقف دائما في الملف العراقي أمام معضلة اختلاف تفسير القوانين والدستور؟ الموازنة أقرت في البرلمان، القوانين واضحة، لماذا يختلف الإقليم مع بغداد دائما في التفسير؟
لا عزيزتي، يعني اولا انا اعرف ماذا اقول حقيقه، لانني اعلم المعلومات الحكوميه وواضحه جدا شفافيه الحكومه العراقيه عندما تذهبين الى موقع وزاره الماليه. الشيء الاخر السيد عماد باجلان، انا ما اعرف انه هو هل هو حضرته الان هو محلل او متحدث باسم الحكومه اقليم كردستان، حتى عضو الحزب الديمقراطي، هنالك اطار مؤسساتي تعمل به الحكومه الاتحاديه. اسمحي لي مو انت لا تجاوبيني، خلي انا لما اجبك دكتور حسين. لا دكتور حسين، تحدثت عن السيد عماد باجلان فانا قلت انه عضو الحزب الديمقراطي فقط، وضحت. ما تحدثت عنه يا عزيزتي تحدثت عنه يا دكتور حسين، تحدثت عنه فانا جاوبتك. الحكومه ما تحدثت عن... اي دا اقول لك ليلى، دا اقول لك بس هو خلي يجاوبنا على هذا الموضوع حتى نعرف احنا، يعني انه بالاخير هو باسم من يتحدث هذا. ليش جنابك متحدث باسم الحكومه الاتحاديه؟ جنابك ايضا مو متحدث. لا مو متحدث، لا بس اسمح لي، انا مستشار دا اوضح نفس الشيء الامور الخاصه بالحكومه العراقيه، بس بالمقابل لا بس اسمح لي مو هذا عمل مؤسساتي عزيزي. هو انت مو تجي تتكلم حضرتك بهذا الموضوع بالصوره اللي تطلقها الان على التلفاز، هذا مو موضوع حقيقي على مود انه تكون او تسوق بهالاتجاه هذا. نعم. الموضوع الاساسي يتم عمليه الحوار بين الحكومه الاتحاديه وحكومه الاقليم من خلال الكشوفات الماليه التي تقدم من حكومه الاقليم الى وزاره الماليه الاتحاديه من اجل التسويه والتدقيق لهذه الحسابات، وهذا عرف جرى حقيقه على مدى الاشهر الخاصه بالحكومه الاتحاديه، يعني وهذا في ضوء سواء الاتفاق السياسي او الموازنه الاتحاديه للسنوات الثلاثه 23 24 25. والحكومه حقيقه لحكومه السيد السوداني ليس لديها اي شيء تخفيه على الشعب العراقي، وانما كل بياناتها موجوده على موقع وزاره الماليه العراقيه. اذا بحضرتك والسيد باجلان واي اعلامي يريد يطلع او اي سياسي او اي كذلك متحدث فليذهب الى موقع وزاره الماليه، سيرى كل الكشوفات الماليه موجوده. القضيه الاخرى موازنه تنميه الاقاليم والمحافظات، هذا مرتبط بالاداء والانجاز الذي يكون في اطار المشاريع الاتحاديه او المشاريع التي تقدمها المحافظات او اقليم كردستان. وكذلك هنالك هذه الاحجه التي حقيقه تسوق الان بالاعلام وليس لها جذور او حقيقه، ان الحكومه الاتحاديه تجوع وتذهب باتجاه عمليه الضغط على الاقليم. طبعا لا يوجد هكذا اتجاه لدى السيد رئيس الوزراء الاستاذ محمد الشياع السوداني، واضح جدا وتحدث عده مرات بهذا الموضوع، ان مصلحه الشعب العراقي ومصلحه كذلك شعبنا في اقليم كردستان العراق حقيقه هي مهمه وطنيه، ولا يمكن ان نربط اي مسار سياسي بالمسار الاقتصادي، لان قوت الشعب وكذلك حياته الاقتصاديه مهمه جدا واولويه لدى رئيس الوزراء وكذلك بالمقابل لدى الحكومه. لكن بالمقابل هنالك قنوات قانونيه دستوريه اداريه فنيه تعمل عليها الحكومه العراقيه ولا تستطيع ان تجاوزها، لانه ديوان الرقابه الماليه سيدقق في هذا المجال، وكذلك البرلمان العراقي ان كانت اللجنه الماليه او غيرها حقيقه من اللجان القانونيه ولجان اخرى ستدقق في هذا المسار، وبالتالي هذا المسار الذي تعمل عليه الحكومه العراقيه في عمليه نقل الاموال الى حكومه اقليم كردستان. ليس هنالك اي لغط في هذا الموضوع وليس هنالك عدم وضوح، وانما هنالك مسار دكتور حسين، الموازنه موجوده حقيقه ومنشوره على موقع وزاره الماليه الاتحاديه. دكتور حسين، في الحقيقه الانتقادات ليست روايات اعلاميه، المتحدث باسم حكومه اقليم كردستان هو من اتهم الحكومه العراقيه بانتهاج سياسه التجويع، هذا التصريح الذي تحدثت عنه، واشار الى مساله بانه يحتاج الاقليم هذا الموضوع الى 940 مليار. نعم اسمحي لي حتى هذا الموضوع حقيقة لا يؤخذ بهذا المسار. هنالك قنوات رسمية تقدم بها الإذونات المالية والأوراق الخاصة بالرواتب، حتى رواتب الأخوة في البشمركة حقيقة تقدم إلى وزارة الدفاع وعبر وزارة المالية ويتم دفع هذه الأموال بصورة صحيحة جدا. غير دقيق. هذا الكلام. هنا أنتقل لسيد عماد لأكون عادلة في الوقت. ذلك تقدم في هذا. دكتور حسين اعذرني هنا. هنا اعذرني. أنتقل لسيد عماد. التي تقدمها. واضح هذه النقطة، ولكن للسيد عماد لأكون عادلة كذلك في توزيع الوقت، رئيس حكومة الإقليم مصر بازاني قال إن الشعب الكردي لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والدستورية في حال استمرار هذه الأزمة بهذه الطريقة، المبلغ المخصص أو الذي يقدم غير مقبول من قبل الإقليم، ما الموقف العملي المتوقع من الإقليم سيد عماد؟
يا سيدتي الفاضلة، هذا الكلام غير دقيق، تضليل للحقيقة، تضليل للحقيقة. أقليم كردستان وفق هذا الكلام الذي يقوله بلسان السيد السوداني، تضليل للحقيقة، شبعنا من الأحاديث والوعود التي لا أساس لها ولا صحة لها. نحن كأقليم كردستان، اسمح لي استاذ، مو احنا، انت تقول لي السيد السوداني يتحدث، السيد السوداني صار السند يتحدث، وانت كلامك اللي سواه ما يصير، عيب بس عيب انه احنا نتحدث، مو عيب يا اخي هذا التسويق حقيقة من يمك، لا اخلاقيا يا اخي، يا اخي عيب لما تجوعون شعب كامل، جمهورية العراق يا اخي، رئيس وزراء مدير عام يم الخزعلي، مدير عام يم الخزعلي، دكتور حسين وسيد عماد كل احترام لكما، ولكن كلامك هذا غير صحيح، نحاول ان نفهم الكلام في الوقت ذاته لا يفيد، توقفك عن هذا الخطاب استاذ حسين، اتكلم وياك بصوره انت حريص واضحة على جدا وبصوره ادبيه صحيحه، دوري مثل ما نتكلم معك دكتور حسين، دكتور حسين وضحت الفكره، ننتقل للسيد عماد، بس هاي اللغه وضحت الفكره، بسمح لي نعم 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 بهدوء من فضلكم، انت حريص على السيد السوداني عزيزي، ما يصير تتحدث بهاللغه هذه، انا هذا مو كلامي يا أخي، سيد عماد بس خلي أكمل، سيد عماد باختصار أجبني عن سؤالي من فضلك، وجه سؤالك، نعم وجه سؤالك لقيس الخزعلي، يقول له شلون تقول عليه مدير عام، هذا مو كلامي، كلام قيس الخزعلي، سيد عماد من فضلك أجبني عن سؤالي باختصار من فضلك، ككردستان عزيزي كردستان لها حصة من الميزانية، الموازنة مشت ليش دا تعرقلون قوائم شنو أوراق شنو، هذا كله حكومة أقليم كردستان بها سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية وسلطة قضائية تمارس مهامها، هاي الكشوفات تتحدث عنها يا عيني، بس ما راح يخليني أكمل يا أخي، يا مسار الكشوفات اللي تتحدث عنها هذه أكو مسائل بين ديوان دكتور حسين، من فضلك نحاول أن نفهم فكرة السيد عماد، من فضلك والإقليم، ولكن أنت لما موضوع النفط سلم بيد حكومة الاتحادية يجب على الحكومة الاتحادية شهريا ترسال حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة التي صوت عليها البرلمان العراقي، نقطة راس سطر، لا تنقط لي كل شهرين 500 مليار، احنا ما جاي نقدي، هاي حصتنا من الموازنة العامة، والعراق مو مال أبو أحد، هذه ولا يجبرون أنه يهينون كرامة المكون كامل، نعم. على مود رواتب على هاي الأمور، هذه ما راح تمشي. لم تجيبني سيد عماد، الوقت المخصص المقابلة انتهى، لم تجبني الوقت المخصص المقابلة انتهى، الرد المتوقع في حال استمرار دفع هكذا مبالغ، تقول أربيل إنها غير كافية، لا يجب على الحكومة التزامات بالبرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان، البرنامج الحكومي، ومن ضمنها مقار الحزبية للديمقراطية الكردستاني في كركوك، نعم. ظهروا لنا بفتوى أمر ولائم المحكمة الاتحادية الذي هي غير بعيدة، نعم. كل البعد عن اختصاصاتها، شخص شيخ عشيرة يكسر قرار أو وعود رئيس وزراء إن لم يكون متفقين بما بينهم، هذا هو، شكرا. هذا ضحك على المحكمة الاتحادية، شكرا جزيلا لكما، الوقت المخصص المقابل انتهى منذ فترة، ولكن على العموم من أربيل كنت معنا عماد بجان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن العاصمة العراقية بغداد، كان معنا مستشار رئيس الوزراء العراقية دكتور حسين علاوي، شكرا. والأخبار الليلة مستمرة فيها بعد الفاصل، المبعوث الأممي يلتقي قائد الجيش الليبي وتوافق على ضرورة وضع القوانين الانتخابية. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك.
أهلا بكم من جديد. عقد البرلمان الليبي اليوم جلسة طارئة لبحث تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وسيتم استئناف الجلسة غدا للنقاش دون التوجه إلى إصدار قرارات وفق المتوقع. هذا وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي شدد خلال إحاطة سابقة لمجلس الأمن على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مصغرة لإدارة الانتخابات في البلاد تمهيدا لإنهاء الفترات الانتقالية. وفي موازاة ذلك عقد باتيلي اليوم لقاء مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وجرى الاتفاق على ضرورة انتهاء لجنة 6+6 المشتركة من وضع القوانين الانتخابية، كما أكد الطرفان على أهمية تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن العاصمة التونسية انضم إلينا عضو مجلس النواب الليبي النائب جبريل أحيدة. سيدة النائب أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. جلسة طارئة لمناقشة مناصب السلطة التنفيذية ستستأنف هذه الجلسة غدا، ما الذي يطرح في هذه الجلسة أو الذي طرح اليوم ومن المتوقع أن يناقش غدا كذلك؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. هي جلسة اليوم كانت لوضع جدول أعمال للجلسة القادمة والجلسات القادمة، وهذا جدول الأعمال طبعا بالتأكيد يتضمن كل أحداث هذه الفترة، ومن ضمن ذلك خارطة الطريق وقوانين الانتخابات، وفي انتظار ما توصلت له لجنة 6+6، وكما أخبرونا أنهم هم الآن في يعني صدد وضع اللمسات الأخيرة على القوانين ليصدرها مجلس النواب كما هي وفق ما تم التوافق عليها، وبذلك تكون خارطة الطريق يعني تنتظر فقط تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على هذه الانتخابات. هذا فيما يتعلق بالانتخابات. لا يمكن مناقشة الآن موضوع الحكومة قبل إصدار هذه القوانين، وأيضا سيتم المناقشة في الجلسات القادمة أيضا الترتيبات المالية، موضوع الترتيبات المالية وقانون الميزانية، وأيضا ربما حتى الاستماع إلى الحكومة التي شكلها مجلس النواب أو رئيسها فيما تم إنجازه خلال هذه الفترة. هذا هو ما ربما هذه الأجندة كلها الآن يتداول. هذا يعني بأنه لم يجري الحديث، يبدأ في مناقشة غدا، لم يجري الحديث بعد عن تشكيل حكومة وحدة جديدة لإدارة فترة الانتخابات. لا، هو ضمن الأجندة المطروحة، ولكن الآن هذا الموضوع يعني لا يمكن أن يتم مناقشته قبل إنجاز القوانين، وأيضا ربما عندما تنجز القوانين ستوضع آلية بالتنسيق مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة. هذا ما أعتقده، لا أعتقد أنه جلسة اليوم مجلس الدولة فقط ستناقش البث، موضوع البث في الحكومة. نعم، مجلس الدولة فقط. المندوبة الأمريكية اللي في الأمم المتحدة كانت حددت بعض الأطراف التي يجب أن تتفق حول الحكومة الجديدة الليبية، حكومة الوحدة. ذكرت الرئاسي، الجيش، الدولة والنواب وحتى حكومة الوحدة، وتقصد حكومة دبيبة. لا، هذا الأمر لم ينص عليه التعديل الدستوري 13. التعديل الدستوري 13 واضح جدا، وهو دعمته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، وخارطة الطريق التي حددها التعديل الدستوري 13 واضحة جدا، هي إنجاز القوانين ومن ثم الاتفاق أو التوافق على حكومة تكنوقراط، حكومة انتخابات. هذا الأمر بالتأكيد يتم بين المجلسين، ولكن لا يعني أكيد لا مناص من التشاور مع الأطراف المؤثرة، ولكن ليست حكومة دبيبة ولا حتى المجلس الرئاسي، هؤلاء هم نتاج لحوار وهم ليسوا أطراف. ربما ولكن أطراف تريد أن تفرضهم كأطراف، وهذا أمر لا يستقيم. أعتقد أنهم هم أطراف في تحت حكم الأمر الواقع. ألا يجب أن يجري النقاش كذلك معهما، أقصد الرئاسي والحكومة، حكومة دبيبة؟
لا لا لا، هم ليسوا أطراف ولا يمكن أن يكونوا أطراف. الأطراف إذا أردنا أن نحلل الأطراف السياسية هي مجلس النواب ومجلس الدولة، هذا ما نص عليه اتفاق السياسي سواء الاستخيرات أو حتى خارطة جنيف. وأيضا ربما الأطراف الفاعلة على الأرض هي الجيش، وأيضا ربما المجموعات المسلحة في الغرب الليبي، ربما هذه تعتبر أطراف أمر واقع. ولكن أطراف فرضت نفسها بدعم خارجي كالمجلس الرئاسي أو الحكومة المنتهية، هؤلاء هم أتوا نتيجة حوار جنيف وهم ليسوا أطراف سياسية. وربما الآن بعض الدول تريد أن تفرضهم كأطراف سياسية لتستمر الأزمة. نحن الآن ما نسعى إليه هو الوصول إلى الانتخابات. الآن المطلوب هو إنجاز القوانين ومن ثم التوافق على حكومة تكنوقراط محددة المهام تشرف على الانتخابات خلال فترة محددة. وهذا ليس من اختصاص لا حكومة دبيبة ولا المجلس الرئاسي، ليس من اختصاصهم أبدا هذا الأمر. نعم، كانت هناك بنود في اتفاق لجنة 6+6 والبعثة الأممية عبد الله باتيلي تحديدا كان تحدث عن مواد غير قابلة للتطبيق في بنود لجنة 6+6 أو مخرجات لجنة 6+6. الآن ما الذي تبقى بحسب المعلومات المتوفرة لديكم حول نقاش الإطار القانوني للانتخابات؟ هو ما وصلنا من الزملاء في لجنة 6+6 أنه تم التوافق على جل يعني مواد القانون. هناك ربما جزئية أو جزئيتين فقط يتم الآن مناقشتها للتوافق عليها، وأعتقد أنهم سيتوافقوا عليها إلا إذا مجلس الدولة تراجع عن هذا الاستمرار في هذا أي نقاط؟ التوافق نتيجة ضغوطات دولية أو حتى سيد جبريل عن أي نقاط تتحدث؟ من دول معينة أو حتى نعم عن أي نقاط عالقة نتحدث الآن؟ لا، هم للأسف لم يحددوا، لأن هي نقاط حسب ما ذكرنا أنهم سيتم التوافق على نقاط بسيطة، يعني ربما أتت من خلال الملاحظات التي وردت على القوانين والتي أحيلت إليهم من سواء كان من المفوضية أو حتى من مجلس النواب أو مجلس الدولة. ربما تبقت بعض الجزئيات، هي حتى ليست مواد، بعض الجزئيات ليتم التوافق عليها، وحسب ما ذكروا لنا أنه هم ماضون في ذلك. لكن هناك تخوف حقيقة، هناك تخوف من أن هناك ضغوطات ستمارس على مجلس الدولة. ربما لجنة 6 التابعة لمجلس الدولة لن تستطيع المضي قدما نتيجة هذه الضغوطات، لربما حتى إفشال التوافق على هذه القوانين. هذا أمر وارد، ولكن نحن نتفاعل، يعني نتأمل خير ونتفائل أنه سيتم التوافق وسيعرض هذه القوانين على مجلس النواب لإصدارها فقط دون مساسها، وأيضا تصدر بالتزامن كما حدث خط طريق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تشرف على هذه الانتخابات، وبذلك يكون الأمر إجرائيا قد انتهى وننتظر تنفيذه فقط. جميل، إذن قوانين انتخابات، حكومة وحدة تشرف على مرحلة الانتخابات، ماذا لاحقا؟ المفوضية أين؟ لا، المفوضية هي دورها تنفيذ هذه القوانين، وهي الآن تفاعلت مع اللجنة وأحيلت ملاحظاتها إلى لجنة 6+6 التي أبدت سابقا على الصيغة التي أصدرتها لجنة 6+6، وبالتأكيد ستضمن هذه الملاحظات وتأخذ في الاعتبار. إجرائيا يبقى هناك لا يبقى أي عذر للمفوضية ولا لغيرها في تنفيذ هذه القوانين، ولكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك قوة أمر واقع، وهي ما سميت ربما سمتها المفوضية في التعطيل السابق بقوة قاهرة، هي لازالت موجودة الآن، سواء كانت أطراف مسلحة وأطراف سياسية تدعم أطراف خارجية ترفض بالمطلق انتخابات رئاسية، وربما هم يرغبون فقط في انتخابات برلمانية فقط. هذه الأمور لازالت قائمة على الأرض، ولكن هنا يأتي دور الأمم المتحدة للجم هذه الأطراف ولتنفيذ تعديل الدستوري 13 الذي دعمته الأمم المتحدة وباتيلي أو مبعوثها. وأيضا يعني الآن إلا إذا كان هناك بالفعل أطراف دولية وحتى محلية يعني تماطل فقط وهدفه هو تدوير أزمة ليبيا ويعني واستمرار في إدارتها فقط وليس حلها، هذا أمر وارد أيضا. ولكن مجلس النواب يقوم بما عليه إجرائيا، هو الآن يمضي قدما لتنفيذ دوره
في هذا الشأن، وهو ما نص عليه التعديل الدستوري 13 المتوافق عليه والمدعوم من أطراف من المجتمع الدولي، ونحن نمضي في هذا السياق الآن. ولكن تنفيذ هذه القوانين بالفعل سيواجه، ربما نتمنى ذلك، لكن ربما سيتواجه قوة قاهرة على الأرض تحول دون تنفيذ هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك من العاصمة التونسية، كنت معنا عضو مجلس النواب الليبي نائب جبريل أحيدة، شكرا. وإلى النيجر الآن، حيث قال رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري علي محمد الأمين زين إن نيامي تأمل في التوصل في غضون أيام قليلة إلى اتفاق مع دول غرب إفريقيا إكواس، التي هددت بتدخل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. كما أشار إلى أن بلاده لم توقف الاتصالات مع إكواس، لكنه أشار إلى أنهم يتوقعون عملية عسكرية في أي وقت وهم مستعدون لذلك. وفيما يتعلق بالأزمة مع فرنسا، قال رئيس الوزراء المكلف أن الشرطة لن تخرج سفير فرنسا من مقر السفارة، لكن وضعه غير قانوني، وأنه لا مكان للسفير الفرنسي داخل البلاد. كما شدد على أن بلاده لا تعترف بالاتفاقيات السابقة مع فرنسا، وأن بقاء قواتها في النيجر هو أمر غير قانوني. كما أكد على وجود محادثات جارية من أجل انسحاب القوات الفرنسية سريعا. وينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة هذا الأمر جيلبير روجي، عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ. أهلا بك وشكرا على قبول الدعوة. انتهت مهلة المجلس العسكري لإنهاء الوجود الفرنسي في النيجر، والمقصود هنا وجود دبلوماسي وعسكري. إلى متى سيصمد الحضور الفرنسي الدبلوماسي والعسكري في النيجر الآن؟ يجب أن نسمي الأسماء أشياء بأسمائها. ما حدث في النيجر هو انقلاب عسكري قام بعزل نظام انتخب ديمقراطي، وفرض عدد من الجنرالات ضمن مجلس عسكري. نحن لن نأتمر بأوامر أشخاص يستولون على السلطة بالقوة، ونحن نشاهد ذلك على شاشات التلفزيون. غالبا ما نرى شعور مفاجئ تجاه مجموعة فاغنر من قبل هؤلاء العساكر، وكذلك تركيز على ثروات النيجر. إذن الأمر يتعلق بجنرالات استولوا على السلطة والتأثير على الشعب النيجر الذي يعاني الفقر. نعم، المجلس العسكري في المقابل هو كذلك لا يرغب بمواصلة هذا الحضور الفرنسي الدبلوماسي والعسكري. رئيس الوزراء منذ قليل كذلك شدد مرة أخرى أنه لا مكان للفرنسيين، لا السفير الفرنسي ولا القاعدة الفرنسية. هناك معلومات متداولة حول تحرك للجيش النيجري، جيش النيجر، قرب القاعدة الفرنسية. ما المتوقع؟ هل تتوقعون عملية ما، تدخل ما أمني من النيجر ضد هذه القاعدة الفرنسية؟ أنا لو كنت مكانهم لا قمت بتوخي الحذر الشديد. ليس هناك رئيس وزراء، هذا مجرد لعوبة، والأمر يتعلق بعساكر استولوا على السلطة بالسلاح. هذه مشكلة تعود لشعب النيجر لحلها. ونرى أن مجموعة الإكواس وبلدان مثل
مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يطالبون بالعودة إلى نظام الديمقراطي وكذلك عودة العسكريين إلى ثكناتهم. نعم، رغم عدم اعترافك بصفته هو رئيس الوزراء أو مسمى آخر، ولكن على كل هو تحدث وصرح صرح بنقطة لافتة جدا وأريد أن أعرف رأيك فيها. هو تحدث عن وجود محادثات جارية الآن لإخراج القوات الفرنسية. هل هناك أي معلومات في باريس حول محادثات لإخراج العناصر الفرنسيين لإفراغ هذه القاعدة الفرنسية الخاصة ببرخان؟ نحن في فرنسا لا نعترف بهذا الشخص باعتباره رئيس للوزراء، وحتى هذا اليوم ليس من مفاوضات رسمية مع العسكريين في النيجر. نعم، ولكن في كل الأحوال العناصر العسكريون الفرنسيون غير قادرين على التحرك. رئيس الوزراء أو وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت قالت أن قواتها في إفريقيا وفي النيجر تحديدا غير قادرة على القيام بمهامها. إذن إلى متى سيتحصن العناصر الفرنسيون في هذه القاعدة؟ ربما هذا الوضع سوف يشهد تحسنا وربما يعود العسكريون النيجيريون إلى ثكناتهم ويعيدون السلطة إلى المدنيين الذين تم انتخابهم. هذا أولا. ثانيا، الحكومة الفرنسية بينما نتحدث لم تعبر عن قرارها فيما يتعلق بإبقاء القوات الفرنسية في النيجر من عدمه. إذن نحن في مجلس الشيوخ الفرنسي لم نعقد أي اجتماع بهذا الشأن بطلب من الحكومة الفرنسية ووزير الدفاع. نعم، إلى نقطة مختلفة الآن، إلى مسألة الإكواس. سيد جلباغ، الإكواس تتحرك، مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، في محاولة لإعادة محمد بازوم وإنهاء ما تصفه بالانقلاب، ومع هذا إلى حد الآن لا اتفاق بين نيامي وإكواس. نيامي تقول إن إكواس تتحرك بتحريض من باريس. هل هناك بصمات فرنسية بالفعل أو تحريض فرنسي بصراحة لإكواس؟ كلا، ليس هناك أي ضغوط تمارسها فرنسا على مجموعة الإكواس. أعتقد أن الوضع معقد بالنسبة للمجموعة لأنها هي عبارة عن مجموعة اقتصادية بالأساس فيما بين دول إفريقية مختلفة، وهي ليست بالضرورة كيان يتدخل عسكريين بطلب من بلد بعينه. إذن أعتقد الأمر معقد بالنسبة لمجموعة الإكواس في الحصول على الإجماع، سيما وأن هناك ضمن مجموعة الإكواس بلدان شهدت انقلابات عسكرية، وفرنسا لا تتدخل ولا يمكن لها أن تتدخل في إجراءات وتحركات مجموعة الإكواس. نحن لسنا في تلك الحقبة التي ميزها الاستعمار. نعم، في حال قامت إكواس المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بأي عملية عسكرية، ما حدود الدور الفرنسي المتوقع حينها؟ ليس بوسعي أن أجيب على هذا السؤال. على أي حال، أعتقد أن هذه مسؤولية تقع على كاهلنا بأن نتدخل إلى جانب مجموعة الإكواس. وإذا ما تحملت مجموعة الإكواس مسؤوليتها فهذا أمر يعود لها. نعم، هناك الكثير من الوساطات الآن والمقترحات لإنهاء هذه الأزمة في النيجر. نيجيريا طرحت فترة انتقالية لتسعة أشهر، الجزائر فترة انتقالية لستة أشهر.
هل هناك تعليق من باريس حوله؟ ما أي المقترحات تبدو مقبولة اليوم لباريس؟ أعتقد أن المبادرات التي يمكن قبولها هي تلك التي تفضي إلى انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، إلى جانب دول أخرى يمكن أن تنضم إلى الأمم المتحدة أو تشارك باسمها لمراقبة الانتخابات في النيجر، انتخابات جديدة تجرى هناك. نعم، شكرا جزيلا لك من باريس. كنت معنا جيل بارجي، عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ. شكرا. وإلى ملف آخر الآن، إلى اليمن. اتهمت مصادر قبلية ميليشيات الحوثي بالسعي لتصفية صادق أمين أبو رأس، أحد كبار شيوخ قبائل بكيل ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء، وذلك بعد مطالبة للميليشيات بدفع رواتب الموظفين. هذا وأفادت المصادر أن القبائل الكبرى هي قبائل بكيل حذرت من مخطط حوثي يستهدفه الشيخ أبو رأس، ودعت أبنائها للاتجاه إلى صنعاء لحمايته. وتحدثت هذه المصادر القبلية عن مخطط حوثي كذلك يستهدف تصفية كبار زعماء القبائل المؤثرين ونشر فوضى بين القبائل. ومن القاهرة ينضم إلينا الاقتصادي اليمني الدكتور عبد السلام الأثوري. دكتور عبد السلام، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. هناك دعوات قبلية اليوم لدعم صادق أمين أبو رأس القيادي القبلي. نريد في البداية تفسيرا لما يجري، تفسير هذا الصراع بين الحوثيين الآن والقبائل. هو إلى الآن يعني مسألة الصراع لم يصعد إلى السطح بشكل مباشر وبشكل صريح. هناك طبعا تهديدات وصرح بها الأخ فيصل أبو رأس، أخو الأخ الأستاذ صادق أبو رأس، أن هناك تهديدات وجهت له بإرسال صور لبطانية أشبه ببطانية التي لف بها جسد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هذه إشارة بأنه هذا هو المصير الذي يمكن أن يكون أيضا مصير الصادق أمين أبو رأس، الذي بدأ يتحرر من حالة الصمت الذي استمر 8 سنوات في السكوت عن تجاوزات هذه الميليشيات وعدم أيضا يعني استجابتها لحق الناس فيما يخص المرتبات، وهو حق شرعي وأساسي اعتبار أن هذا الأمر أثر ويؤثر في حياة الناس بشكل أساسي ورئيسي. الأمر ما طبعا الميليشيات لا تقبل أي انتقاد باعتبار أن هذا الأمر يمثل بالنسبة للميليشيات خط أحمر لا تسمح لأي طرف، لا مواطن ولا غير مواطن، أن يطالب بحقه في المرتبات أو أي حق من حقوقه الأساسية. وبالتالي كان الانفعال كبير جدا من الرئيس المشاط الذي أعلن بشدة وبقوة في تخوين الخطاب الذي طالب به صادق أمين أبو رأس، وأيضا اتهام محمول أيضا بتهديدات باعتبار أن التوصيف الذي ذهب في خطاب المشاط بأن هذا الخطاب ينطلق أساسا من توجيهات من قبل السفارة الأمريكية، بينما الأمريكان يعملوا ليل ونهار في دعم هذه الميليشيات بإجراءات متعددة وبوسائل متعددة، وهم الذي أيضا أزالوهم من قائمة الإرهاب، وأيضا اليوم المبعوث
الوسط الأمريكي يشتغل في دعم هذه الميليشيات. كل الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة لهذه الميليشيات، وخاصة عندما منعت مسألة تحرير الحديدة. كانت ربما لو تم تحرير الحديدة لكان الأمر قد اختلف، وقد كنا وصلنا إلى حل لموضوع الحرب، ووصلنا إلى حل حقيقي وتسوية سياسية. اليوم الأمور حقيقة ربما أيضا الخطاب الذي أطلقه المشاط ربما يكون هو ناتج أيضا عن خلافات وصراعات داخلية داخل الحركة، وبالتالي يعني هناك توجه للمطالبة بإبعاد المشاط من موقع رئيس المكتب السياسي أو المجلس السياسي واستبداله بأطراف. هناك أطراف تتصارع حول هذا الموقع، وبالتالي ربما هذا الخطاب كان انفعال حقيقي من قبل المشاط، لأنه أيضا لا يمكن لشخص يقف على رأس السلطة أن يطلق مثل هذه الخطابات التي يعني تتهم طرف وشريك له في التحالف. وهذا الشريك الذي صمت بعد أن تم تصفية الرئيس المؤتمر الشعبي الرئيس علي عبد الله صالح، عندما تم تصفيته استمر المؤتمر الشعبي برئاسة صادق أبو راس في التحالف مع الحوثيين، ولم يبدو موقف أساسي يعني انزعاجا لما حصل للرئيس علي عبد الله صالح الذي تم تصفيته قبل الميليشيات. إذن هنا إشكالية حقيقية ربما أيضا اليوم الأحوال تغيرت بشكل كبير جدا، وربما الاحتقان زاد بشكل أكبر لدى دكتور عبد السلام. وهنا أسأل، هذا الاحتقان الذي تحدثت عنه بين المؤتمر وبين الميليشيات الحوثية، هل يتعلق فقط بهذا الخلاف حول المرتبات وحول تصريحات تتعلق بالتخوين والعنصرية، أم هناك شق عقائدي ثوري بين الجانبين؟ أنت تدركي أن الميليشيات قامت بإحلال كل المواقع والوظائف الأساسية داخل الحكومة داخل السلطة وداخل الدولة، وإحلالها بقيادات حوثية، واستبعدت كثير من المؤتمرين الذين كانوا لهم تاريخ كبير جدا في مواقع السلطة وما إلى ذلك. وبالتالي إزاحة الكثير من المؤتمرين أثر ويؤثر بشكل مستمر على طبيعة هذه العلاقة. أيضا الجانب العقائدي هذا شيء موجود، وأيضا تدرك القيادات المؤتمرية بأن التحالف مع هذه الحركة يمثل هذا التحالف ودعم يعني لاستمرار هذه الحركة بفرض سيطرتها على حساب البقية وعلى بقية الأطراف السياسية والحزبية التي أصبحت يعني تمثل فقط ديكور. تريد الحركة فقط والحوثيين يريدوا أن يتذرعوا ويصفوا الواقع بأنهم ما زالوا يحافظوا على الحزاب السياسية والكيانات السياسية، بينما هذه الكيانات السياسية والحزاب السياسية لا تسمح لها بأن يكون لها دور أساسي في أي عمل سياسي أو في إيجاد يعني في مراكز الحكم والسلطة. كان الاتفاق في إنشاء المجلس السياسي أن يدور يعني رئاسة المجلس ما بين المؤتمر وما بين الحوثيين، لكن للأسف الشديد منع الحق هذا المؤتمر بأن يترأس يعني المجلس السياسي، وأصبح محصور في إطار الحركات دولة ما بين يعني محمد الحوثي ثم الصماد ثم المشاط. وهناك الآن هناك تحرك لتغيير المشاط بشخص آخر وبشكل جديد، وهكذا أصبح هذا الاحتقان يؤثر على طبيعة العلاقة ما بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي. وبالتالي هناك إشكالات ربما تتصاعد في هذا الصراع وتصاعد هذا الخلاف بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى يعني حماقة في تصرف من قبل الحركة للقيام بعمل قد ربما يؤدي إلى تصفية الصادق إذا استمر الصدام واستمر الخطاب المتأجج بينهم، وبالتالي قد يكون هذا السبب في يعني دخول القبيلة في حلقة الصراع وحلقة المواجهة. ربما هذا أحد الإشكالات اللي قد تؤثر على طبيعة الواقع داخل صنعاء. شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة، كنت معنا الاقتصادي اليمني دكتور عبد السلام الأثوري، شكرا. إذن نحن نتابع هذه التصريحات من قائد قوات الدعم السريع حميد، الذي يقول أن الدعم السريع لن يستسلم أو لن يسلم السلطة، وإنما سيحرر دولة من الفلول، ووجود قوات الدعم السريع في الخطومة أم درمان كبير جدا بحسبه. السلام عليكم.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.